عندي معلومة تشير إلى أنه شقيقاتك الله يحفظهم عندهم علاقة مع بنات الرئيس صدام حسين. ما كان ممكن أن هاي العلاقة يكون لها دور في منع إعدامه أو شيء من هذا القبيل؟ احنا أول شيء هاي العلاقة هي سببت باعتقال الوالدة والبنات خواتي الاثنين الكبار. تم اعتقال الوالدة والشقيقات؟ اي نعم. كان سبب الاعتقال انه وكل التحقيق على انه يعني مثلا هل الوالد كان يسأل على المكانات اللي يروحوها؟ الوالدة انسألت لا يعني انه يعني مثلا انه انت عندك علم او انه مثلا يحكي لك او فتش يعني. بس البنات كان التحقيق وياهم على انه هل الوالد كان يسألهم على مكان تواجدهم مثلا بالمكانات الخاصة او البيوت او اماكنهم. هذا كان يعني اماكن تواجد بنات الرئيس من يعني يروحون ويطلعون انه هل كان يسألهم؟ جواب لا، انه الوالد يعني اصلا ما حاكي وياهم بالموضوع. أكو كان دور للسيدة رغد؟ رغد هي اللي توسطت للوالد. توسطت؟ إيه توسطت. عد والدها؟ لو وين؟ عد والدها ما أعرف، بس أنا عندي يعني المتأكد من عنده إنه أخذت شقيقته الكبرى دكتورة هناء بوقتها على عدي حضورها يعني. على مود الموضوع، وعندي علم من أحد الأقارب إنه شاف رغد تحكي ويا قصي وتتوسل بي على ملها، وسمعت انه هو تركها ومشى يعني ما قبل حتى يسمع لها، ما قبل وساطتها. اي بس انه ويا والدها انا هذا ما عندي. ويا اخوتها؟ لا، رغد صدام هي اللي توسطت للوالد. كانت من خلال اخوتها؟ من يعني من خلال عدي او قصي؟ هاي اللي اعرفها. بس تقول لي مثلا حاكى ويا ابوها ما اعرف، او زوجها بوقتها يعني ما عندي علم. بس انا اعرف يعني أخذت الدكتورة على عدي بحضورها الدكتورة هنا اللي هي أختك الكبرى. وعن طريق أحد القرايبنا يعني حتى هي سأل أمها، قالت لها ماما شبيع مراجي؟ قالت لها ليش شنو؟ قالها شفت رغد تتوسل بقصي على مودة وتركها ومشى.